السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنراجع معا درسا تقدم شرحته سابقا. الدرس هو أسماء الإشارة. إذا اسم الإشارة هو اسم نشير به إلى شيء معين، نشير به إلى شيء محسوس كالإنسان والحيوان، كقولنا هذا رجل، هذه فتاة، أو هذا فيل إلى غير ذلك. ونشير به أيضا إلى شيء معنوي غير محسوس كالأفكار والأخلاق، كقولنا مثلا هذا خلق عظيم، أو هذه فكرة رائعة. وعندما نريد أن نشير إلى شيء معين فغالبا ما نستخدم الأصبع، والشيء الذي نشير إليه يسمى مشارا إليه. وأسماء الإشارة تنقسم إلى قسمين: أسماء إشارة للقريب وأسماء إشارة للبعيد. الآن سنتحدث عن أسماء الإشارة للقريب. أسماء الإشارة للقريب نستخدمها عندما نريد أن نشير إلى شيء قريب منا، وهي خمسة أسماء، وهي هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، هؤلاء. إذا هذا نستعملها عندما نريد أن نشير إلى المفرد المذكر، كقولنا هذا مهندس ماهر، هذا عصفور مغرد. إذا هذا نشير بها إلى المفرد المذكر، مفرد المذكر. وانتبهوا معي هنا، هذا نستخدمها للعاقل ولغير العاقل. نمر إلى الاسم الثاني، هذه، هذه مهندسة ماهرة، هذه شجرة مخضرة. هذه نشير بها إلى المفرد المؤنث، ونستخدمها أيضا للإشارة للعاقل ولغير العاقل أيضا. هذان، هذان نشير بها للمثنى المذكر، كقولنا هذان مهندسان ماهران، هذان عصفوران مغردان. إذن هذا اسم نشير به إلى المثنى المذكر، ونستعملها أيضا للعاقل ولغير العاقل. هاتان نشير بها إلى المثنى المؤنث، كقولنا هاتان مهندستان ماهرتان، هاتان شجرتان مخضرتان. إذا هاتان نشير بها إلى المثنى المؤنث. هؤلاء، هؤلاء نشير بها إلى الجمع، إلى الجمع المذكر والمؤنث، كقولنا هؤلاء المهندسون ماهرون، هؤلاء مهندسات ماهرات. إذن هؤلاء نشير بها إلى الجمع المذكر والجمع المؤنث، والجمع المؤنث. ولكن انتبهوا معي هنا، هذه الكلمة هؤلاء نستخدمها للإشارة للجمع المذكر والمؤنث العاقل فقط. أما بالنسبة لجمع المذكر والمؤنث غير العاقل فنستعمل هذه الكلمة، حيث نقول هذه العصافير مغردة. إذا نشير العصافير بكلمة هذه، نقول هذه العصافير مغردة. لا يجوز أن نقول هؤلاء العصافير مغردة، لا، نقول هذه العصافير مغردة، أو هذه الأشجار، هذه الأشجار مخضرة. الآن سنمر لشرح أسماء الإشارة للبعيد. هذه الأسماء نستعملها عندما نريد أن نشير إلى شيء بعيد عنا، وهي خمسة أسماء أيضا. نعم، إذا لدينا ذلك، ذلك،
نستعملها للإشارة للمفرد المذكر، نقول ذلك الطبيب بارع، ذلك الفيل ضخم. إذا ذلك أيضا نستعملها للعاقل ولغير العاقل. الطبيب إنسان فهو عاقل، الفيل حيوان إذا فهو غير عاقل. إذا ذلك نشير بها إلى المفرد المذكر، تلك نشير بها إلى المفرد المؤنث كقولنا تلك الطبيبة بارعة، تلك الوردة متفتحة. وأيضا نستخدمها للعاقل وغير العاقل، الطبيبة إنسان عاقل، الوردة نبات غير عاقل. إذا تلك نشير بها إلى المفرد المؤنث. ذلك نشير بها إلى المثنى المذكر كقولنا ذلك الطبيبان بارعان، ذلك الفيلان ضخمان. إذا ذلك نشير بها إلى المثنى المذكر، وتانك نشير بها إلى المثنى المؤنث كقولنا تانك الطبيبتان بارعتان، تانك الوردتان متفتحتان. إذا تانك نشير بها إلى المثنى المؤنث، وذلك وتانك نشير بهما للعاقل ولغير العاقل معا. نمر الآن إلى الاسم الأخير أولئك. أولئك نشير به إلى جمع المذكر والمؤنث معا، جمع المذكر والمؤنث العاقل فقط. إذا أولئك الأطباء بارعون، أولئك الطبيبات بارعات. إذا نشير بها إلى الجمع بنوعين، جمع المذكر والجمع المؤنث. ولكن انتبهوا مرة أخرى هنا، أولئك نشير بها قلنا إلى الجمع المذكر والمؤنث العاقل فقط. أما بالنسبة للجمع المذكر والمؤنث غير العاقل فنستعمل هذه الكلمة، نقول تلك، ولا نقول أولئك الفيلة، نقول تلك الفيلة ضخمة، تلك الورود متفتحة. مفهوم؟ نعم. إذا هناك أسماء إشارة أخرى والتي نشير بها إلى المكان وهي ثلاثة. لدينا هنا، هناك، هنالك. هنا نشير بها للمكان القريب كقولنا هنا أنام. هناك نشير بها للمكان المتوسط البعد كقولنا هناك مدرستي. وهنالك نشير بها للمكان البعيد كقولنا هنالك، هنالك بيت الله الحرام. إذا الآن سأمر معكم إلى التدريب. إذا السؤال الأول، حول إلى المثنى بنوعين. هذا تلميذ ذكي، هذا تلميذ ذكي، تلميذ مفرد مذكر. سنقوم بتحويله إلى المثنى المذكر. إذا ماذا سنقول؟ لدينا اسم إشارة للقريب. إذا سنحول للمثنى، ماذا سنقول؟ سنقول هذان تلميذان ذكيان، تلميذان ذكيان. سنحول الآن إلى المثنى المؤنث، ماذا سنقول؟ نعم، سنقول هاتان تلميذتان ذكيتان، تلميذتان ذكيتان. نعم، نمر إلى السؤال الثاني. ضع مكان النقط اسم إشارة للبعيد. يجب أن يكون اسم إشارة للبعيد. انتبهوا، ملعبان كبيران. إذا هنا لدينا المثنى المذكر، إذا سنستعمل اسم إشارة ذلك. نعم، نقول
ذلك ملعبان كبيران. الجملة الثانية، الفتاة هي التي فازت بالمباراة. إذا لدينا اسم مفرد مؤنث، إذا سنشير إليه بكلمة تلك. تلك الفتاة هي التي فازت بالمباراة. نمر إلى الجملة الأخيرة، العداؤون هم الذين سيشاركون في السباق. هنا لدينا جمع مذكر، إذا سنشير إليه بماذا؟ نعم، سنستخدم كلمة أولئك. أولئك، أولئك العداؤون هم الذين سيشاركون في السباق. إذا انتهى درس اليوم، وإلى اللقاء.